أعرب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي عن تقديره لموقف نائب البرلمان الأوروبي أنتونيو لوبيز ودعمه لمصر. وخلال اتصال هاتفي مع لوبيز ثمن عبد العاطي تفهم نائب البرلمان الأوروبي لما تشهده مصر من تحديات مرتبطة بالصراعات والنزاعات المتزايدة في المنطقة وآثارها الاقتصادية والأمنية. كما شدد عبد العاطي على تطلع مصر إلى مواصلة نائب البرلمان الأوروبي ومجموعة حزب الشعب الأوروبي دعم مصر داخل أروقة البرلمان نحو تنفيذ الشراكة المصرية الأوروبية.